هذه المكتبة أنشأت كاتب في عمر 15 سنة، ألف كتابين. خلونا نشوف فيصل وإبداع قلمه. فيصل لم يكتفي فقط بإصدار الكتابين، بل تم تكريمه من المدرسة لحصوله على منصب سفير الآيلس من مجلس الثقافي البريطاني. من الجوائز اللي أخذتها أنا السفير حق آيلس حق البريتش كانسر، وغير كذا أنا جزء من برنامج طموح حق أرامكو حق التجهيز للجامعة. أول كتاب حقي اسمه The Apocalypse، يتكلم عن سيناريوهات غير حقيقية مستحيلة عن البشرية وانهدامها. أنا كتبتها وقت كورونا، يعني ألهمتني شوية. أما الكتاب الثاني يتكلم عن كل أنواع الحيوانات في الطبيعة، وغير الحيوانات كمان الجو والأراضي اللي في الطبيعة، من الأنواع المميزة والنادرة والغريبة. من أكبر داعمين لي في الكتابة والقراية هم أهلي. أبوي كان كاتب أصلاً في الجرائد، أمي باحثة في المترجمة وفي الترانزليشن في كتب الأطفال، وعشانهم هم فاهمين أهمية مو بس القراءة والكتابة، علموا أطفالهم القراية والكتابة. إن شاء الله أشوف نفسي في المستقبل ناشر لكتب عديدة، إن الكتب هذه تثقف الناس، تثقف الناس من كل الأعمار عن العلم. فيصل من صغره كان شغوف بالقراءة ومحب لها. دراسته في بريطانيا أعطته الثقة في النفس، وأيضا شجعته على حب القراءة والكتابة. أيضا من أيام دراسته في بريطانيا كان دائما يدخل في مسابقات في المدرسة. أيضا إن كان هناك فضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى فهو لوالدته. والدة فيصل كانت بحكم تخصصها في المكتبات وحبها لكتب الأطفال كانت تشجع فيصل وأخوانه على القراءة، وهذا انعكس إيجابا عليهم. فيصل، إيش أول كتاب قرأته؟ أول كتاب آدم بليد The Beast Quest. وحين إيش الكتاب اللي تقرأه؟ Agatha Christie After the Funeral. قل لي ماذا تقرأ؟ أقول لك من أنت. لقناة روتانا خليجية، ريهام الشعبان، الخبر.